أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم سوف أتكلم عن دراسة بريطانية. كشفت دراسة حديثة أن الملايين من العاملين في المملكة المتحدة يشغلون الوظيفة الخطأ أو يعملون عدد ساعات أقل مما هو مطلوب، وذلك بسبب إعطائهم وظائف لا تناسب قدراتهم أو إمكانياتهم. هؤلاء الموظفين يحتاجون إلى 5 ساعات إضافية لكي يتم عملهم. أكدت الدراسة أن الموظفين لديهم مشاكل صحية أو مسؤوليات رعاية أطفال أو كبار السن. البطالة قلت، ولكن العائدات قلت أيضا. شكرا لمشاهدة الدرس، وإلى اللقاء في الدرس القادم.